بعد مداهمة منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فلوريدا من قبل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، شن الجمهوريون هجوما عنيفا على إدارة الرئيس جو بايدن، واتهموا وزارة العدل باستخدامها كسلاح لاستهداف الخصوم السياسيين، بينما أشاد بعض الديمقراطيين بمكتب التحقيقات الفيدرالي لمحاسبة ترامب على ارتكاب مخالفات. وعلق ترامب على اقتحام منزله قائلا إنه لم يحدث شيء من هذا القبيل على الإطلاق لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية من قبل، مؤكدا أن المداهمة المفاجئة لمنزله لم تكن ضرورية أو مناسبة، كما تابع قائلا إن ما حدث هو سوء سلوك من جانب وزارة العدل وتسليح لنظام العدالة. وهاجم ترامب من وصفهم بالديمقراطيين اليساريين الراديكاليين الذين لا يريدون بشدة أن يترشح للرئاسة عام 2024 حسب وصفه. ومن جهته قال حاكم فلوريدا الجمهوري أن مداهمة منزل ترامب هو تصعيد آخر في تسليح الوكالات الفيدرالية ضد المعارضين السياسيين، وتابع القول: الآن النظام لديه 87 ألف عميل آخر لممارسة الاضطهاد ضد خصومه. هذه جمهورية الموز. وهذا ونشر ترامب مقطع فيديو على غرار حملة إعلانية عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به بعد ساعات من مداهمة مقر إقامته، وفي الفيديو ينتقد أوضاع الولايات المتحدة الأمريكية في عهد بايدن، لكنه وعد في نهاية المقطع الأمريكيين بأنه لن يخذل لهم، مضيفا بأنه حان الوقت للحدث. We are a nation in decline. We are a failing nation. We are a nation that has the highest inflation in over 40 years. Where the stock market just finished the worst first half of a year in more than five decades. We are a nation that has the highest energy cost in its history, and we are no longer energy independent or energy dominant, which we were just two short years ago. مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المفضل في فلوريدا كان لساعات مسرحا لعناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي. هذا ما أعلنه مكتب ترامب الذي لم يكن في منتجعه الفاخر حينها، وإنما في مقر إقامته بنيويورك، معتبرا أن ما يتعرض له هو اضطهاد سياسي حسب تعبيره. وفي بيان لم يشر إلى أي من أسباب تفتيش منزله بفلوريدا، لكنه اتهم الادعاء العام بسوء السلوك وباستخدام نظام العدالة كسلاح، بل وعد ذلك هجوما يشنه الديمقراطيون في محاولة يائسة لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. أما مكتب التحقيقات الفيدرالي فرفض تأكيد حصول عملية التفتيش في منتجع ترامب، غير أن صورا جوية التقطت في المكان أظهرت سيارات الشرطة هناك. وسائل إعلام أمريكية ونقلا عن مصادر مطلعة قالت إن عملية التفتيش تمت بإذن المحكمة وتتعلق بما وصفته سوء تعامل محتمل مع مستندات سرية جرى نقلها إلى منتجع ترامب. تأتي هذه التطورات بعد نحو 6 أشهر على استرجاع هيئة المحفوظات الوطنية الأمريكية 15 صندوقا من الوثائق من منتجع ترامب حسب ما كشفت صحيفة واشنطن بوست. تلك الصناديق تضمنت مستندات سرية للغاية حملها ترامب معه عندما غادر البيت الأبيض إثر خسارته للانتخابات الرئاسية حينها. وكذلك تضمنت الوثائق مراسلات خاصة بالرئيس الأسبق باراك أوباما. كان من المفترض أيضا أن يسلم ترامب هذه الوثائق والمدونات والمستندات بموجب قوانين تتعلق بالسجلات الرئاسية. ووضعت هذه التطورات جاءت بعد فضيحة ووترغيت في سبعينيات القرن الماضي، وبموجبها يطلب من الرؤساء الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بعملهم. هذا الأمر أثار انتقادات بالطبع، خصوصا من المسؤولين الجمهوريين الكبار الذين لم يترددوا في اتهام وزارة العدل بتجاوز صلاحياتها، مقابل إشادة بعض الديمقراطيين بمكتب التحقيقات الفيدرالي لمحاسبته ترامب على ارتكاب مخالفات.